بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نحن من بريطانيا ونرى فتنة عظيمة قد انتشرت، وأصلها المشقة بين شيخين بدأت بينهما، ونحن نرى حزبين من المسلمين، حزب مع شيخ وحزب آخر مع شيخ. هذا ليس خاصا في لندن، هذا حتى عندنا بهذا مسألة الانشقاقات والانقسامات، وكل يضرب على الآخر، هذه فتنة، أسأل الله أن يحمي المسلمين منها. الواجب على طلبة العلم أن يتناصحوا، أن يتصالحوا، أن يتصافوا فيما بينهم، أن يتعاونوا على البر والتقوى. هذا من الشيطان، هالشقاق هذا، ومن أعوان الشيطان، في دعاة ضلال من دسين يحرضون الشباب على هذه الأمور وينشرون بينهم حتى يحصل ما حصل أو أشد. الواجب على طلبة العلم أن يتناصحوا، أن يتعاونوا، أن يتصالحوا إذا حصل بينهم سوء تفاهم. نعم.